هذا زوين هذا بالنسبة لواحد دري ويجري يعيد مخير بربعة وثلاثين ألف على قلتي 1700 درهم. مشاهدينا كما كتشوفوا اليوم كنتواجدوا في الجمعة ديال ولادي عيش نواحي بني ملال على ولاي 15 كيلومتر على مدينة بني ملال. كما كتشوفوا الرحمة الحمد لله عامرة اليوم مقارنة بالأسبوع الماضي، يعني الحوالة تبارك الله دخل الغلام دخلات، يعني الأمور شوية غادي وكتحسن. وبالنسبة للثمن كنظن أن الثمن طايح واحد شوية، ناقصة تقريبا 300 درهم اللي ناقصة حسب داكشي اللي قالوا الناس. ويعني غندير واحد الجولة في السوق ونشوفوا الأثمنة، نتعرفوا على الأثمنة كيفاش دايرة، واش كاين شي انخفاض شي شوية في الثمن مع العيد دابا قرب. كما كتعرفوا ما بقاش بزاف، تقريبا بقات 14 يوم اللي بقات للعيد. نتمنوا من الله التيسير وتحياتي للجميع. السلام عليكم. شحال الخروف؟ 50000. ما خنعاتكش؟ شحال كطلب؟ بغينا 60 مع توالينا، خلاص 50. بارك الله. هذا كما تشوفوا عطاو 50، مولاتي طلب فيه 60 مازال ما عطاوش. الله يسخر لي. وهاد الحوليات هادو شحال؟ عطاوهم 90. جات 30 الوحدة. بارك الله. هادو عطاوه كما كتشوفوا عطاوه 60000 ريال، يعني 1500 درهم الوحدة. وهذا عطاوه 2500 درهم، باغي 3000 درهم. شحال هاد الخريف با؟ 68. 68 اللي عطاوه، تبارك الله. بارك الله. 68 3400 درهم. خروف تبارك الله قدو قداش. طايح شويه الثمن اليوم بايا. طايح الثمن. شحال ناقصه في الخروف؟ 19012 اللي ناقصه في الخروف. بارك الله. هذا شحال خوتو شحال كانوا دايرين السيمانه اللي فاتت؟ كاين 80 كاين 90 كاين 100. يعني طاح شويه الثمن. تبارك الله. هذا 68000 تبارك الله، راه خروف هذا ماشي. 3400 درهم راه. بارك الله. شحال الثمن ديال 47000. 2350 درهم. شحال دايره في السنه هذه؟ اش دايره فما؟ شحال دايره في الطوف؟ ما كانش 10 سنين هنا. شحال هذا الخير هذا؟ تالينا با الخير؟ ها؟ مازال ما عطاوش؟ شحال تطلب؟ والله سي طلبت 3500 درهم. اش من مرقد هذا نيت ديالنا؟ الزوير. الزوير. بزازة بزازة تبارك الله. اتشالينا الخروف انا. عطاو 72. شحال باغي فيه؟ 80. وهاد الحولية؟ 47. اللي عطاو؟ اللي عطاو ولا اللي باغي؟ لا واش 50. تبارك الله. كيداير السوق اليوم الثمن شويه؟ طايح شويه ولا زيد؟ كيداير السوق اليوم طايح شويه الثمن ولا زيد؟ طايح شويه الثمن. شحال ناقصه تقريبا السيمانه؟ 7000 اللي ناقصه 6000. تبارك الله. كما تشوفوا هذا الخير تبارك الله، ولادي يعيش اليوم كاين المليح الحمد لله. شحال الثمن ديال هذا؟ 34 اللي طرف فيه. بارك الله. مولاتي يطلب فيه 34000. 34000 ريال تبارك الله. خروف مليح. هذا زوين هذا بالنسبة لواحد دري ويجري يعيد مخير. 34000. على قلتي 1700 درهم. وتالينا هاد الخريفات شحال؟ 48. 48 2400 درهم.
هذا تشوفوا الحمد لله راه داخل الحولي اليوم. وتالينا هاد الحولية با 42 2100 درهم بارك الله 2200 درهم 2200 درهم تبارك الله تبارك الله راه وازنة ها هذه تكون فيها واحد 40 كيلو ديال اللحم صاينة إيش الله هادي عطاوه مولا 2000 درهم تيطلب تيطلب فيها 2500 تبارك الله من عاش على الثمن ديال هذا الثمن ديال هذا يا اخي تعطات فيه 48 بغينا 50 لا جاب الله هذا عطاوه 2400 درهم تيطلب 2500 درهم فرق ديال 100 درهم تبارك الله ما كاينش العيب والو مرقد زين شمن مرقد هذا؟ تادلا تادلا تبارك الله تبارك الله واحد الخريف تبارك الله شحال الثمن ديال هذا؟ شحال با؟ 95 شوف 95 الف اللي معطيه فيه شحال كطلب؟ شحال كاطعينو بزاف ياك تبارك الله ولكن راه كبير تبارك الله راه خروف نيت عطاو 95 ما قنعش تبارك الله خروف نيت السردي حر هذا هذاك الشيء اللي عطاونا نقولوا شحال الخريفات هذو؟ صوروا معنا 56 56 اللي طالب فيهم طالب فيهم هذا مولاهم 56 تبارك الله وهاد الحولية هذاك حولي نعم اسمها فرطاس حولي فرطاس هذا خويا 44000 44 هذا راه حولي هذا ما عندوش البرون ما بوكوس نيت شحال طالب فيه؟ عطاونا فيه 44 44 اللي عطاو فيه خروف هذا ماشي حولية فرطاس ما عندوش القرون تبارك الله الله يسخر لك امين يا رب خريف هذا خريف هذا راه خروف قول لي هذا راه حولي هذا حولي جميل 82 اللي عطاو شحال كطلب فيه انت؟ هنا 100 100 عطاو 82 مولاك يطلب 100 82 بحال قلتي 4100 درهم مولاك يطلب 5000 درهم كما تشوفوا تبارك الله اليوم في الجمعة ديال البلدية ايش كاين الغلم تبارك الله كاين الخرفان كبار تبارك الله خير هذا تبارك الله شحال الثمن ديال الخري؟ هادو خا بجوج عطاهم 140 بجوج 140 7000 درهم بجوج هادو تبارك الله اتالينا هاد الخير هذا عطاو 100 شحال طالب انت؟ 120 عطاو 5000 درهم تيطلب 6000 درهم بارك الله السردي حر هذا السلام عليكم اشحال هاد بهاد الخروف؟ هذاك 120 اخويا صور على الخروف ما تصورينش لا لا على الخروف تبارك الله 120 6000 درهم هذا هذا شي يقول لي مولاه 54 الف ريال ألفين وسبعمائة درهم ألفين وسبعمائة ريال 54 54 اللي عطاه ولا 52 اللي عطاه 52 طالب 54 فرق ديال 100 درهم بارك الله اش من مرقد هذا؟ براديا شحال هذا الخير؟ 52 اللي عطاه بارك الله 52 اللي عطاه
40 ألف. الحولية هذه مولاتي طلب فيها 40 ألف 2000 درهم. شحال دخل فيها نبا؟ 134 بجوج، يعني بحال شحال لواحد؟ 67 ألف ريال لواحد، 3350 درهم. بارك الله. شحال 72 اللي عطاو؟ شحال طالب؟ 80 او 72. بارك الله. كاين شويه طايح السوق اليوم شويه. شحال ناقصه اليوم؟ 10000 اللي ناقصه في المخرج. بارك الله. 2750 درهم، 55 ألف ريال هادو، تبارك الله. سرديين شحال هاد الخروف أبا؟ شحال؟ اللي عطاو؟ شحال طالب؟ طلب 3000 درهم، عطاو 54 ألف ريال. ونسولوا لكم على شي حاجة صغيرة، ها الصغر ها، شحال الثمن ديالها يا با؟ شحال الثمن؟ شحال؟ 7400 بحال قلتي 350 درهم، 7400 ها هي. يلا أنا بتعيدوا بشي حاجة. اللي ما عندوش عيد الله يسخر. هذه ديال الغو هذه يما، هذه ديال الغو، هذه ديال العام الجاي ديال الكسيبه. بارك الله. هذه دابا العام الجاي تكون واجده، العام الجاي توجد هذه. تقريبا يديوي ربي العام الجاي. ها 350 درهم. ها؟ هذه شحال هذه؟ شحال هذه؟ 20 ألف درهم. تبارك الله. هذه ب 1000 درهم تبارك الله. عبورة. عليكم. شحال هذا الخروف؟ أخويا هذا الخروف عطانا فيه دابا 47. 47 ألف اللي عطاو. شحال تطلب؟ طلبنا 52000. 52000 مولاتي يطلب 52. كنا دابا بايديو 2600 درهم. ها بايديو اكسبو يمكن، ويكسبو باش يدبحو. بارك الله. هو خروف راه زين. 2600 درهم اللي تطلب مولاه. والله يسخر لك. اللهم امين خويا الجميع. والله جيبين معاكم الغلم كما تشوفوا تبارك الله راه كاينه الغلم داخل. الغلم كثيره اليوم. هذا خويا 100000 قعدنا نشوفوا تبارك الله. شوف تبارك الله الخروف هذا قداش؟ 5000 درهم هذا. شحال يكون فيه ديال الوزن هذا تبارك الله؟ شحال يوصل في الوزن هذا؟ 10 ديال الوزن يفايت المية. ها ما وصلش المية. واش تبين؟ 70 80 70 60. بارك الله. هذا راه عاطي 5000 درهم ولا ما خنعش. وهذا ها؟ عطينا 80 هذا عاطي 4000 درهم، 80000 ريال.